الثانية صباحا المنتصف الليل بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة. مرحبا بكم، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك احمي بلدك. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في شرق القاهرة شملت مواقع إنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر. ووجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية، مشددا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين بتلك المشروعات. كما التقى الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج موجها جهات الاختصاص برعايتها صحيا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية. أعلنت وزارة الصحة خروج 890 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 76305 حالات. وأشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة بالفيروس فضلا عن 16 حالة وفاة، موضحا أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 99582 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5495 حالة. أعلنت الحكومة السودانية أنها توصلت لاتفاق مع الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو لاستئناف محادثات السلام. وأوضحت الحكومة السودانية في بيان لها أن الاتفاق نص على استئناف التفاوض تحت رعاية حكومة جنوب السودان مع وضع خارطة طريق تحدد منهجية التفاوض. أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، موضحا أن قوات الحوثي أطلقتها باتجاه السعودية لاستهداف الأحياء المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب يتجاوز حاليا 10 مرات الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي. وأضافت الوكالة إن إيران سمحت لمفتشيها بالوصول إلى أحد موقعين يشتبه بأنهما شهدا أنشطة نووية غير معلنة مطلع الألفية الثالثة، مضيفة أنه سيتم زيارة الموقع الثاني في وقت لاحق هذا الشهر. أعلنت وكالة رويترز للأنباء ارتفاع حصيلة وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 26,400,000 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى أكثر من 868,000. وأوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة، تلتها البرازيل، بينما جاءت الهند في المركز الثالث، فيما حلت روسيا في المركز الرابع. وفي النهاية نحيط علم السادة المشاهدين بأن التردد الجديد لقناة إكسترا نيوز 11785. دمتم في أمان الله.